قرية حرفية تحولت محلتها إلى مساكن يؤم الواحد منها أكثر من عائلة وسط ظروف معيشية أقل ما يقال عنها أنها صعبة. بعد طول انتظار دخلت الفرحة إلى هذا المكان، فتعالت الزغاريد معلنة عن طي صفحة ماض وصفه المتساكنون بالمأساوية. احنا كنا يعني عايشين في الأكويخ، فهمتني، يعني كمسكن يعني ما يجيش، فهمتني، ما احنا يعني ما عندناش فين نسكنوا. وانا باش نعبر باللي نحس بيه، خاطر ما فمش حتى حد يعني يسر انه يعطيك دار ولا يشتري لك دار. ما عرفتش انا باش نزغرت وكهو. كنا مايسين، فهمتي، كنا مطايشين في البرارك الفوق، الشتاء تصب علينا، تبات تكتر في الليل، نباتوا قاعدين. تو واحد احساس اخري، ولا من البارح ما رقدناش احنا كيوم ما جايين، فهمت كيفاه؟ بيت الدر ينسي صغار وغنية وشتيح، فهمتي؟ شعور معناه ما نجمش نحكي لك. هذه العائلات كانت معرضة لخطر محدق اضطرها العيش على شاكلة أرقت عدة أطراف من المجتمع المدني التونسي وحتى العربي. جمعية قطر الخيرية بادرت بالتدخل عبر تمويل مشروع السكن الاجتماعي لفائدة 26 عائلة من بين تلك العائلات. احنا كي جينا لقينا ناس ما لقاتش وين تسكن، قلقها الكرا ياسر، جات عملت كعبات ياجور وحطت فوق منها طرف زنك وحطت فوق منهم عجلات وسكنوا. بكثير من السعي وكثير من الجهد جات جمعية مع تنسيق مع جمعيات كثيرة، يعني تجاوبت مرحمة، ربطت الخيط مع قطر الخيرية، جمعية مرحمة مشكورة، ربطت مع قطر الخيرية وانطلقت. توزيع المساكن الاجتماعية جاء بعد دراسة ضافية لملفات المستفيدين وفق معايير ضبطت للغرض من طرف جمعية مرحمة وعدد من المتدخلين الآخرين. ما عندي كان ربي سبحانه، ولكن التحدي ملفات كانت مدروسة، دراسة جيدة. لما حالة تعاوننا نحن مع المعتمدية ومع وزارة الشؤون الاجتماعية، بعثونا لجنة باش فرزنا الملفات هذية، فرز جيد انه ما عندهمش مع ممتلكات، ما عندهمش عقارات، ما عندهمش، تأكدنا معناتها بصفة جدية، وتم معناتها مد الملفات هذية 26 ملف لجمعية المرحمة، وقعدت هي باتصال بالممول القطري. حلم هؤلاء قد تحقق في الحصول على مساكن اجتماعية، وما يزال العديد غيرهم في قائمة الانتظار، يحدوهم الأمل في أن تدرج المساكن الاجتماعية ضمن أولويات السياسات التنموية في البلاد. عفاف الودرني، قناة المتوسط، تونس.